لا خديت كريدي، ولكن هو من عند واحد السيد من العائله فهمت، يعني كريدي مهم ودايم معايا كريدي وقال ديال شي 5000 درهم، المهم خديته عادي يعني ما دار معايا، لا قال لي سير سير خو هذا ماشي مشكل فهمتي، يعني بلا ما ندير معاك لا ضمان لا والو. لا الصراحه انا اصلا مشات ما كنتش عندي الفكره ديال البنكه في مره فهمتي، يعني عرفت البنكه وكتبغي لي زانتيري والفوائد كذا، قلت يعني حيد لي هادشي اللهم مشي عند بنادم كنعرفو يعني 5000 درهم رجع لي يعني تو امتى غادي يصبر عليا فهمت، يعني ما يدير معايا حتى مشكل داكشي اللي يعني بالنسبه للمواطن عادي اللي ما عنده كتجي صعيبه شويه، كتجي صعيبه انه يمشي للبنكه وكذا و... يعني كي كيفضل انه شي واحد يسلفه ويصبر عليه، اما اللي تبقى تزيرو لي زانتيري ولا فوائد كتولي شويه انا صعيب. اييه خديت واحد الكريدي في 1900 وقول 2001 خديت واحد السياره من لوطوحان وهي كتحسب ب 12 مليون وبقيت مع الكريدي تبعت ليهم جوج ونص وبقيت مع الكريدي ديال 3 سنين. هنا ملي نقلب لقيت بان ذاك الكريدي جاني شي قاطع علاش ملي نحسب لقيت عندي واحد 600 ولا 3 اللي زايده فوق من ديك 12 عمت عليا ب 15 مليون وهذا اللي كاين. حيت الكريدي هو بالنسبه للانسان هو محتاج له وعنده لا موان باش يبدا يخلص لي الطريطات راه في صالحه. الواحد اللي قال ما عندوش لا موان باش يبدا يخلص لك الطريطات زعمو حتى كيدخل داك يجي في الخط يولي تعطل مري يخلص مري ما يخلص ما كاع ما كاع كي تبقى عند ديك السياره ولا ديك الطومبيل واحد النهار كيحزوها عليه تولي كاع داك لافونس اللي دفاع وداك الشيء اللي ديال عام من عام واش كيضربوا زيرو. هنا خص واحد شويه ديال فهادشي الكريدي شويه ديال الرحمه واحد شويه بحال الانسان ما عندوش لا موان يدير مع بعد صحيح. هو بصراحه ما تنفكرش ناخذ كريدي لحقاش اصلا داك الشيء حرام، و الا خديتي اذا شفنا العواقب تاعو انك تتغرق كريجيات ما فيش شي حاجه اللي هي مش شي حاجه اللي هي مسلكك، يعني من الاحسن ما تاخذش كل شيء كريجي عند البنك اصلا داك الشيء تيقصحوا المواطنين بزاف، يعني ما من الاحسن ما تاخذش كريجي. لا ما كاينش حنا لا والو، حنا كنا مقاولين الشباب البنك كتشوف فينا بوان نوار، حنا فهمتي كتبغي تاخذ ان بري ولا كتبغي تاخذ شي فاسيليتي د كاز ولا شي حاجه ديما المشاكل، هو السبب في السبب فشل ديال المقاوله. تي حنا في الاول كيقول لك طلع كل كرموس وحنا كيقول لك نزال شكون اللي قال لك طلع كل كرموس؟ يبعد منا ما تلقاش هذيك البنكه، شنو هما شرطاتو البنكه؟ شنو هما تسيزاتو؟ شحال من واحد خدم مسكين وطاحوا تبعوا في ليبيان ديالو بقى متشرد طلق ولادو تفرق داروا اللي حز على الملك ديالو حز على البيت ديالو. لا 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 الانسان راه كاين له ريسك، راه المقاوله فيها نجاح وفيها فشل ياك، راه الحياه هذه. واش انا فشلت في مقاوله لظروف معينه لظروف اقتصاديه وزيدوا تقتلوني تشرروا لي انا ولادي؟ لا ستكون واحد المساعده فهمتي، واحد دي فاسيليتي واحد تسهيلات باش يقتلوا كاع مره واحده. هذا واقع، هذا راه واقع، راه واقع هذا. بالنسبه للكريدي ما خديتش كريدي عمرنا ما ناخذ ان شاء الله. وبالنسبه للابلاغ ما تحناش في المواطن، حيت البنكه هي راه باغا تدخل الرباح، كيجي مواطن راه كيجي كليان وخاصهم ياخذوا منه ما ياخذوا اللي يقدروا عليه ياخذوه معدو، المهم انه هما يديروا ليه كريدي وما تيحنوش فيه. وكنصح جميع المواطنين بعدوا الكريدي، واللي بغى يدير شي حاجه يصبر ويجمع لها شويه فلوس تيديرها بشويه بشويه، ما يزالش بشي تلاح الابناك هذوك اللي باغيين يربحوا. خويا عمري ما خديت كريدي حتى انا مازال صغير بعدا وعمري نفكر ناخذو، حيت البنكات مؤسسات ربحيه تفكر تربح ما كتفكرش في في المواطن زعما تحسن الحاله الماديه ديالو ولا شي حاجه، هذيك مؤسسات ربحيه باغين يربحوا، المواطن راه تياكل العصا لهز الكريدي، هادشي اللي كاين.